شركة بوينغ سجلت رقما قياسيا هو الأكبر على الإطلاق بتاريخ الشركة بعدما أعلنت هذا الجمعة عن إنجاز 762 عملية تسليم لطائرات تجارية في العام 2015 في زيادة تقدر ب 39 طائرة عن العام السابق. إنجاز يأتي بالتزامن مع دخولها السنة المئوية لتأسيسها. بوينغ حققت في العام الماضي أرقاما إيجابية وأداء جيدا في الأسواق، إذ سجلت 768 طلبية بقيمة 112.4 مليار دولار حسب الأسعار المدرجة الحالية.